قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت 6 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اليوم، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين قتلوا هناك منذ 7 أكتوبر إلى 91 قتيل. وجاء ذلك بعد أن أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد مواطن لم تعرف هويته بعد، وعقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب مخيم العروب.